مستمعينا. مؤامرة على الشعب السوري وعلى حريته وجغرافيته. شرق وشرق أوسط جديد تسعى له الدول الكبرى بمساعدة إيرانية، والتي طغت حتى بدت بوادر دفع ثمن باهظ ستدفعه إيران. ولكن هل سيصح العالم الذي أصبحت محافله عبارة عن مجلس للمجانين؟ رح نحكي اليوم بعدة فقرات. فقرتنا الأولى تجزئة المجزأ في الدول العربية، فقرة الثانية إيران والثمن الباهظ، فقرة الثالثة محفل المجانين الدولي زعماء فقدوا عقولهم، وعنوان حلتنا حفلة دولية وعشاءات أخيرة. بالفقرة الأولى من حلقة اليوم مقال الكاتب أمجد ناصر بصحيفة الحياة بعنوان تقسيم التقسيم، بيقول: كثيرة هي الكتابات الغربية التي تتحدث اليوم عما ستسفر عنه حروب المشرق العربي الدائرة رحاها على أرض سايكس بيكو، من تقسيم جديد للمنطقة، معاهدة أبحاث وصحف ومجلات رصينة ليبرالية ويمينية على سواء تتناول المآلات التي تبدو في نظرها حتمية للحروب الدائرة اليوم في سوريا والعراق. بدأ موضوع التقسيم في العراق باكرا، وكانت نتيجته حرب أيضا، فقد أسفرت قرارات الحظر الجوي في عقاب الحرب الأمريكية الأولى على العراق عام 1991 عن وجود منطقتين كادتا تخرجان من الجغرافيا العراقية التي كان يحكمها نظام صدام حسين، الجنوب والشمال. يعني راح نشوف بقعة مكانية سكانة مو سكانة وأهلة مو أهلة. العمليات اللي عم تصير بالشمال السوري ضد تنظيم الدولة أو خلينا نقول اللي بيقوموا فيها الميليشيات الكردية ضد تنظيم الدولة على أساس بتشبه لحد كبير اللي صار بفلسطين، يعني على قصة الشمال الموعود. الشمال الموعود لدولة كردية مزعومة، وطبعا بتضم بين ثناياها ميليشيات حزب العمال الكردستاني وميليشيات قوات سوريا الديمقراطية، هي اللي تشكلت انبثقت عنها. وبكرة أبصر ما هو خم وعم يفرخ. فمن الواضح يعني أنه ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ما عم تقاتل على الفاضي بالشمال السوري، ما هي موعودة بوطن مثل وعد بلفور. والأكراد مثل ما بقولوا عم يدبكوا بأرضنا ونازلين تهجير بها الشعب. وعد بلفور هو بس عبارة عن نسخة محدثة، واللي بالتالي راح ينبثق عنا بوتين سايكس وأوباما بيكو. يعني سايكس بيكو جديد، ما راحوا المئة سنة تبع سايكس بيكو القديم، واللي بالتالي خلينا نقول مثل أوباما اللي دار ظهره لهي الحرب اللي تشن ضد الشعب السوري، إلا لأنه أوباما والعالم معه بيقولوا لك أنه في مشروع لازم ينفذ، شرق أوسط جديد لضمان حفظ المصالح بمكان بارد وجاف. بس هذا التجزيء شو رح ينبثق عنه؟ النسخة الأفغانية ولا النسخة العراقية وهلأ النسخة السورية؟ والبنطلون واحد. راح يصير في تجزئة وبقع مكانية وتجزئة جديدة بتحفظ المصالح لروسيا، لأمريكا، لأي كان من هاي الدول. حزب العمال الكردستاني أو ميليشيا حزب العمال الكردستاني شو بيقول؟ بيقول إنه لن نترك أرضا قطرنا أو أسقطنا فيها دما. يعني الجماعة خلاص، يعني الوطن الموعود هذا ولا كيف بيلاقوا الدعم الروسي؟ خلونا نرجع للمقال. المؤكد أن القوى السياسية الكردية صارت أفضل حليف غربي في المنطقة. الحاجة بين الغرب والأكراد متبادلة. الغرب يريد حليفا غير قابل للاختراق الإسلاموي في المنطقة، والأكراد يريدون قوة دولية تأخذ بيدهم إلى الاستقلال. استقلال شو يا رجل؟ اللي بحسسك أنه هي دولة كانت دولة كردية وإجوا والله العرب واحتلوها، جينا نحن سوريا والعراق وكم من دولة واحتليناها.
ما هن مزيج من هذا المجتمع أو مزيج من عدة مجتمعات اللي قسمهم ساكي سبيكو، بس ما كان لهم دولة يعني. لحتى تجي تقلي والله أنه تأخذ بيدهم إلى الاستقلال، استقلال شو يعني؟ قضية الأكراد مفهومة، هي قضية مزمنة من زمان زمان، ومستعدين يخونوا مين من كان بس مشان يعملوا لحالهم كينونة أو مكون بنص الوطن العربي. يعني نحن نقصنا سرطانات، سرطان إسرائيل وسرطان داعش وسرطان القاعدة وسرطان ما بعرف مين، نقصنا سرطانات كمان. خلونا نرجع للمقال. بيقول الكاتب: لكن كيف نفهم الحديث الغربي عن التقسيم في إطار المكون العربي نفسه؟ إما أن الغرب الذي يدعي فهم المنطقة التي لا يفهمها، أو أنه يلعب كالعادة على أوتار قد تجد رنينا لدى بعضهم، أو ربما الكثرة في هذه الأوينة المريضة. فنحن لا نتحدث عن تقسيم عرقي بل طائفي وربما مناطقي من الداخل. الإثنية الواحدة التي تتفاخر وتتنابز في انتسابها إلى عدنان وقحطان. لاحظوا معي الخارطة السورية التي نشرت قبل أيام مع مقال لكاتب بريطاني يتحدث فيه عن صراعات الشرق الأوسط المحتمل أن تؤدي إلى التقسيم. كانت أنجح يعني أنه كيف بتقسموا المقسم، ولا هي خطة جديدة يعني؟ مثلا بكرة راح نلاقي ناس مثلا معهم، اللي بيكون سوري بصير معه جنسية أخرى مثلا، يعني بصير معه جنسية عراقية، ولا بصير معه، ولا العراقي بصير معه جنسية سورية، ولا السوري بصير معه جنسية تركية ولا كردية، ولا كيف الخليط راح تجمعوه يعني؟ ما ولا راح تسمو سني تركماني كردي بدوي مسيحي، أي الخارطة البائسة اللي راح تعمل بالشرق الأوسط أو يجري العمل عليها سايكس، أو خلينا نقول بوتين سايكس وأوباما بيكو. هاي الخارطة اللي كانت بمقال الكاتب البريطاني ما صنفوا فيها صنفوا فيها بس السنة والمسيحية، ما صنفوا فيها الطوائف. يعني بيحاولوا انه بيقول لك انه بيحاولوا عم يحاولوا يجزئوا لوضع خارطة تنبذ المسلمين السنة. نحن ما مندافع على حدا ولا نحن طائفيين، نحن طائفيتنا الوطن، نحن بس عم نشوف أو عم نحكي عن هذا المشروع البشع. لكل واحد هلأ رح يصير له خارطة، ولا رح يصير له قومية بدوية، قومية سنية، قومية درزية إلى آخره. فهذا غباء ولا خارطة ولا بركان ولا جهنم جاي على الشرق الأوسط ونحن عم نتفرج؟ الله لا يرد حدا. فاصل ومنرجع. بالفقرة الثانية من حلقة اليوم مقال الكاتب داود الشريان بصحيفة العربي الجديد، بيقول بعنوان نمر النمر نسخة شيعية من بن لادن، بيقول: تنفيذ حكم القصاص بنمر النمر أحدث ضجة في الإعلام الإيراني والموالي لطهران. صار تنفيذ الحكم بإرهابي مثل النمر اغتيالا سياسيا هكذا. وعلى رغم أن عدد الإرهابيين الذين أعدموا بلغ 47 شخصا، إلا أن الحديث في الإعلام الإيراني انصب على النمر وثلاثة آخرين في منطقة القطيف. وجرى تفسير الحكم على النمر قصاصا بأنه جزء من الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران. كأن الشخصيات والصحف التي تبنت هذا الرأي تؤكد أن المتباكين على إعدام النمر ليسوا سعوديين، وفي أسف أقول معظمهم شيعة وموالون لإيران. يعني القصة ما كانت أنه مواطن سعودي شيعي ولا مواطن سعودي مسيحي ولا مواطن سعودي سني، القصة كانت أكبر من هيك. هذا أحد خلايا إيران يعني، مو أنه والله قاعد عم يفرخ بالعوامية بالسعودية، منطقة العوامية قاعد عم يفرخ وعم يعمل جماعات. من حق أي دولة كانت
وخاصة بوضع السعودية اللي هي على حرب مع الحوثيين باليمن. بهي الحالة القصاص لأي شخص يحاول أنه يرتكب الفتنة بالداخل السعودي وزعزعة الأمن. أنه اغتيال سياسي هذا؟ واحد عم يشكل ميليشيات وعم يشكل طوائف بالداخل السعودي للقتل، يعني عم يفرخ لأنه هي سياسة إيران القذرة، عم يسرطن. لا، من قص السرطان من أوله. بتجيك إيران بتقلك أنه عن تصريحاتها هي اللي صدرت بعد تنفيذ حكم القصاص بنمر النمر، بتقلك أنه هو يعني إذا بتلاحظ بصيغة الحديث أنه ما بتحكي عن مواطن سعودي، عم تحكي عن شخص موالي إلها، مثل ما بتحكي عن حسن زميرة وغيره وغيراته يعني. لا، يعني التصريحات وصلت لحد تهديد أنه الرياض ستدفع ثمنا باهظا لهذه السياسات، وأن إعدام شخصية مثل النمر يعد تعديا على إيران. يعني شو تعديا على إيران؟ يعني صيغة أنه واحد عميل إلنا بيشتغل بسعودية وما حدا يصيبه، يعني مثل عملاء إسرائيل بلبنان وبغيرها من الدول. خلونا نرجع للمقال. السعودية لم تصدر يوما حكما بالقتل على مدى تاريخها على إنسان لديه دعوة للإصلاح، حتى لو كان يستفزها أو يخالف منهجها. مو مثل إيران اللي أعدمت نص السن الأكراد على الروافع، على رفعات بيعدمون لأنه إلهم حركات إصلاحية. بس ما بيزبط، يعني في عندك 12 هدول 13 14 شو بيعرفني، بدهم يحكموا إيران وبدهم يضلوا ماشيين بتعاليمهم الخبيثة اللي لا بتعرف دين ولا عقل حتى. الرجل لم يكن داعية للإصلاح، بل كان للانفصال، وهو حمل السلاح في مواجهة الدولة وخرج على النظام العام، وقبض عليه وهو يخوض معركة شرسة مع رجال الأمن. فضلا عن أن نمر النمر يغلف دوره بإطلاق شعارات متسامحة، لكنه يمارس عكسها. ما كل جماعة إيران وغيرها وغيراتها هيك، يعني شو بدو بتقول يا كذا، يعني مثل لما بيكون مثلا موبايلك طافي شحنه، بس قول هيك يا فلان، قول يا علي بشحن الموبايل للنص، قول يا حسين بتصير البطارية فل. شو يعني شو هالشعارات هاي؟ ما علينا، بنرجع للمقال. نمر النمر كان جزءا من مشروع إيران في المنطقة، يحرض على العنف واستخدام السلاح، فضلا عن أنه سهل الحصول عليه، وهو أيضا لا يختلف عن بقية الذين صدر الحكم في حقهم باستثناء أنه رجل إيران. القول أن إعدام النمر إعدام للعقل والاعتدال والحوار والرأي الآخر دعاية سياسية فجة. النمر مارس العنف في كل أشكاله، يعني الزلمة جاي بده يعمل حزب آخر مثل ميليشيا حزب الله بلبنان، وجاي بده يعمل حزب بالسعودية. هي الشيء اللي ماشي عليه مفارخ. بس يعني بيحطوا لك المعبود بالعابد والعابد بالمعبود، يعني بيعملوا خلطة هيك، بيلعبوا بعقول الناس وبيزرعوا البذرة وبيتركوها، بيخلوها تتفشى بالعقول الضعيفة وخلي الواحد يحكي مع حاله. صبرت على تطرفه أي السعودية ونزقه وعنفه على مدى 10 سنوات أو أكثر، وحاولت مرارا تجنب الاستدام معه، على الرغم من أن مشروعه لا يختلف عن مشروع أسامة بن لادن. والحكم الذي صدر في حقه مر بجميع درجات التقاضي، وصدر عن أكثر من 10 قضاة مشهود لهم بالخبرة والحكمة. إذا بدنا نيجي على قصة الدولة، وجانا عميل جاسوس عم يخرب، عميل لدولة، نتفرج عليه بنقول له، منطبطب له بنقول له الله يرضى عليك؟ يعني الحكم على عميل إيران نمر النمر كشف على مثل ما بقول على نحو لا يقبل الجدل أنه النظام كمان بالعراق مو بس بإيران عم يمارس دور طائفي وعم يحرض الشعوب.
بس هلأ إيران كمان رح تدفع الثمن يعني مع قطع العلاقات من بعض الدول العربية، وهو الموقف المشرف طبعا. لا هيك عصابة إنه يقطعوها. فاصلوا منرجع. بالفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، قال الكاتب غازي دحمان بصحيفة الحياة بعنوان عصفورية دولية وزعماء فقدوا عقولهم، بيقول غريب سؤال جيري ساينفيلد مقدم برنامج كوميديان في سيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كم عدد زعماء العالم الذين فقدوا عقولهم تماما في رأيك؟ لم يكن ثمة سياق منطقي يوجب طرح السؤال، فعدا عن أن البرنامج ليس سياسيا وأكثر ميلا إلى الكوميديا، فإن مسار الحلقة تركز على قضايا شخصية تتعلق بسلوك أوباما الشخص وليس الرئيس وردة فعله تجاه الأحداث العادية، لذا بدا السؤال نافرا وخارجا عن سياق الكوميديا، بل وحتى مرعبا أيضا، وذلك لكونه يفتح المجال أمام سيل من التداعيات حول مصير هذا العالم الذي يحكمه زعماء فقدوا عقولهم. الأكثر رعبا في سؤال ساينفيلد والتداعيات الذهنية التي يرتبها كانت إجابة أوباما نسبة كبيرة جدا أو نسبة كبيرة جدا، يعني للناظر بيقول لك هاي الإجابة الاستجابة اللي استجاب أوباما بتدل على الرغم من يمكن ما بنعرفه وما فكر على السريع، على الرغم من عفويته بيقول لك وسرعة الإدلاء بها أنه كانت استسهال للأمر، فبيقول لك أنه الزعماء يعني ليسوا أشخاص عاديين بس مو بالمنطق بالجنان. ف يعني بحسسك أنه الزعماء مو أشخاص عاديين مو بالمنطق بس بالجنان، يعني هاي الشغلة بيقول لك أنه ما أنا شغلة يعني كبيرة أو أنه تتندر تقول معقولة مثلا زعماء فقدوا عقولهم، ما كلهم مجانين. قد شهدت الفترة أو فترة إدارة أوباما أكبر نسبة من الزعماء الذين فقدوا عقولهم، يعني بيقول أنه الذين فقدوا عقولهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الكوري كيم إل سونغ، الإيراني علي خامنئي، رأس النظام بشار الأسد، المصري عبد الفتاح السيسي. ويمكن وصف فترة رئاسة أوباما بأنها مرحلة ازدهار الجنون عالميا، حيث لم يصدف ظهور واجتماع هذه النسبة من الزعماء المجانين في فترة واحدة، ولكل منهم تعبيرات جنونية متنوعة ذات تاريخ كادت البشرية أن تصل إلى مرحلة الفناء. يعني هدول كلهم مختلين عقليا، يعني بالولادة مش مو مكتسبة، بالفطرة. فالقصة كانت فطرية مرحلة الهي، بس ازدهار الجنون يعني اجى على دوره لأوباما، فشكله أوباما جايب وجاي معه اللعنة يعني. المهم بيكمل الكاتب وبيقول وللإنصاف لم يفقد غالبية زعماء العالم المذكورين عقولهم فجأة، بل يثبت الحفر في تاريخ جنونهم أنهم كانوا منضبطين إلى حد ما في مراحل سابقة، بل ثمة ما يثبت أن مساحات التخلي عن المسؤولية والفراغات التي أحدثها أو أحدثتها إدارة أوباما على مستوى مسؤولية دولية وعلى مستوى جغرافية أو مستويات جغرافية، انسحاباتها كانت الصدمة التي رفعت مستوى الجنون عند زعماء كثيرين إلى درجة أربكتهم. ما هو يعني والله يا أوباما احتاروا فيك واحتاروا بسمارك يعني. ف بيقول لك شي، بيقول لك انه والله أوباما هو دبلوماسي كتير، شي بيقول لك انه عنده عقدة العبودية بما انه أسمر وعنده العقدة تبع عقدة المسيسيبي وما بعرف شو اللي كانوا يعملوا بي بالأفريقيين الأمريكان زمان، احتاروا بسماك يعني. انت ديمقراطي ولا بس بدك تقعد بالبيت الابيض ولا بس بدك تتدخل ولا شو بدك تعمل؟ ما حدا فهمان عليك شيء، لهيك طار عقلهم يعني. فبيكمل الكاتب بيقول هون
فهل كان يخطر ببال بشار الأسد أن يعربد على الشعب السوري بالكيميائي وأمام بصر العالم وسمعه وينجو؟ وهل خطرت ببال المرشد الإيراني أن يدمر 4 عواصم عربية ويفاخر على المنابر بهذه الفعلة من دون أن يرفع للعالم جفن؟ وهل توقع بوتين أن يهدد قلب أوروبا ويحول بلدان كبرى على حدودها إلى حالة الفشل ويمر الأمر هكذا من دون تحرك دولي فاعل ضده؟ وهل كان جنرال عادي بحجم السيسي، هذا تبع End of Text، وهل كان عادي للجنرال بحجم السيسي أن يقدم أو أن يقدم على وضع مصر على حافلة القلاقل والخطر ويدمر تجربتها الديمقراطية؟ يعني ما نعرفين، بس ما بنعرف يعني هال4 سنين هدول 4 سنين رؤساء الأغبياء في العالم، أو الأشد غباء في العالم، ولا الأشد خبثا. يعني في ناس أو المشاهدين، يعني المشاهدين والمتابعين بيقول لك أنه إدارة أوباما بطريقة إدارتها لأزمات العالم يعني أوجدت المحفزات لظهور مسرحيات عدة، يعني أو لتركيب مسرحيات عدة وتمثيلها كمان. ما حدا احتاروا بسماك يعني أوباما وبإدارتك وبسمارك مثل ما بقولوا. بالفعل للتابع بيقول لك يعني اللي بشوف انه 4 عواصم عربية دمرت، اتفاق نووي مع ايران ما كانت بتحلم فيه وشروطه. فيعني هذا الزلمة بتحسه رجل سلام، يعني اوباما نويل. كان عنوان حلقة اليوم حفلة دولية وعشاءات اخيرة. حكينا بالفقرة الاولى تجزئة المجزأ في الدول العربية، والفقرة الثانية ايران والثمن والباهض، والفقرة الثالثة محفل المجانين الدولي زعماء فقدوا عقولهم. للاستماع على حلقتنا فيكم تتابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كان معي من الهندسة الإذاعية سلام المساعدة، وكنت معكم بالإعداد والتقديم هادي أحمد. لسوريا ولكم السلام. أسبرين، تقديم وإعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015. راديو أورينت بترد الروح.